تعتبر الأنهر من أهم مصادر مياه الشرب وباقي الاستخدامات البشرية، لكن بالتأكيد هذه المياه مثل ما أوضح المختصين تتعرض لمختلف أنواع التلوث، لذلك تمر دورة المياه قبل استخدامه بعدة مراحل، أولها استيرادة من الأنهار بواسطة مضخات خاصة، ويمر بعدها بأكثر من عملية فلترة، وتعالج المياه المستوردة بغاز الأوزون للقضاء على الملوثات بجميع أشكالها. بعدها يفلتر الماء بواسطة خزانات تحتوي على طبقات من الحصى والرمال، ثم تضاف كميات محددة من الكلور والشب لمعادلة حامضية وقاعدية الماء، ثم يحول إلى خزانات ومضخات مخصصة لإيصاله إلى المنازل وأماكن الاستخدام الأخرى.